غريب هذا ستايلك. ربيت. علقت مشهورة سناب شات رهف القحطاني على أزمة أميرة الناصر للمرة الأولى بعد القبض عليها نتيجة الأزمة التي وقعت بينهما وانتهت بسجن الأخيرة. وأوضحت رهف القحطاني في فيديو عبر حسابها الشخصي على سناب شات أنها لم تتسبب في سجن أميرة الناصر، ولكنها علمت أنها لم تكن حامل في ابنتها، لذلك قررت كشف الأمر حتى لا يتم اتهامها في النهاية بأنها كانت متسترة ومشاركة معها في الترويج للأكاذيب. وقالت رهف القحطاني: مرة كذبت علي وتكلمت، أنتوا تبون الحقيقة، أنا ما توقعت أنه لهالدرجة واحدة تكذب أنها حامل ما يجي في المخ. واحدة بتكذب، ما توقعت يعني لا تكذب أنها حامل. وأشارت إلى أنها لم تكن تستطيع السكوت عن الأمر حتى لا يتم اتهامها بعد الكشف عن الحقيقة بكونها مشاركة معها، معلقة: لما دريت إن هذا الموضوع كله كذب ما كان ينفع أسكت، وتكتشفون وتقولون رهف معاها الحمد لله ما ناقصني متابعون، وتقولون رهف كذابة وبخسركم وما في حل إلا أني أطلع أتكلم. وتابعت: أنا قلت أنها كذبت علي وانهيت الموضوع، وهي تكلمت علي وتكلمت في شرفي وقالت أني متزوجة مسيار، أنا 1000 واحد يتمناني لأتزوج مسيار. شفت غمازة. وشددت رهف القحطاني على أنها لم تقم إلا بكشف الحقيقة ولم تكن المتسبب في حبس أميرة الناصر. وأشارت إلى أنها زارت أميرة مرة واحدة وتناولت لديها فنجان قهوة فقط ولم تتناول معها الطعام كما أشارت الأخيرة سابقاً. وخلال حديثها أساءت بطريقة غير مقصودة للطعام، تغلق فمها وتكرر استغفر الله استغفر الله. الجدير بالذكر أن سبب القبض على أميرة الناصر بعد توجيه العديد من الاتهامات لها بدأتها السعودية رهف القحطاني بعدما أعلنت أنها مستعدة لدفع شيك بمليون ريال في حال أثبتت الناصر أن ابنتها الصغيرة رهف مسجلة رسمياً. طبعاً الجو تهبل بالشرقية مرة. المهم حبايبي في ناس كثير يقولوا لي أميرة أطلع ردي على الناس. ولم يتوقف الأمر عند رهف، بل بدأت عدد من المشهورات بمهاجمتها وكشف بعض الأمور، كما انتشر فيديو لشخص قال إنه محاميها السابق والذي أعلن أن اسمها الحقيقي خديجة الدعور وأنها سورية الجنسية، وأن 99% من المعلومات المنتشرة عنها غير حقيقية.